ويقول حفظك الله، وهل يقال بأنها سنة مهجورة الآن؟ نعم، هو سنة، هو سنة، فإذا قرأ بها بعض الأحيان لإحياء للسنة أو على أجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول والدي ينام عن الصلاة أحيانا، فهل يجوز أن قرأ فيها بالطور أيضا، قرأ في المغرب بالإعراب وبالمرسلات وبالطور. نعم.